من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق أجمل دقائق نحن وإياكم في هذه اللحظات بإذن الله عز وجل نتحدث عن موضوع مهم نحن بحاجة ماسة إليه هذا الموضوع يوصلك إلى جنات الله تبارك وتعالى جنات النعيم ألا وهو سلامة الصدر بل إنك تعيش في جنة في هذه الدنيا قبل أن تنتقل إلى جنة الآخرة ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جلوس كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا جلسوا معه في المجلس كأنه صلى الله عليه وسلم القمر وهم النجوم حوله رضي الله عنهم وأرضاهم فدخل عليهم صحابي جليل لحيته تنطف بالماء وكان حذاؤه تحت إبطه فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة هذا الصحابي الجليل في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث دخل وجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار وكلهم ذلك وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يتبع ذلك الرجل وأخبره أنه حدث بينه وبين والده أمر فأراد منه أن يؤويه عنده في بيته حتى يصلح حاله مع والده فآواه في بيته وأدخله عنده في غرفته التي ينام فيها فأصبح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ينظر في هذا الرجل كيف تكون عبادته كيف يكون صلاته كيف يكون صيامه كيف هي تلاوته ما هي أعماله التي أوصلته إلى جنة عرضها السماوات والأرض من أجلها تصدق المتصدقون وصام الصائمون وبذل الباذلون كل واحد منهم يريد هذه الجنة فلما جلس عنده في الثلاثة أيام يقول رضي الله عنه ما رأيت عنده كثير صلاة إلا أنه إذا تعارى من الليل أي إذا قام من الليل وتقلب ذكر الله عز وجل وكبر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أتى إليه وأخبره أنه ليس بينه وبين والده شيء ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل إلى بيت هذا الصحابي الجليل يريد أن يقتدي به وأن ينظر إلى الأعمال التي أدخلته إلى هذه الجنة فوجده ليس بكثير صلاة وليس بكثير صيام فأخبره أنه لا يبيت ذلك الرجل على فراشه وفي قلبه غل أو حقد على رجل مسلم يقول لا إله إلا الله فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الذي لا نطيق هذا الذي لا نطيق فنحن بحاجة ماسة أن نناقش مع مشايخنا الكرام هذا الموضوع المهم ونستعين بالله تبارك وتعالى في هذه الحلقة أن يصلح الله سبحانه وتعالى قلوبنا وأن يرزقنا سلامة الصدر إن ربي على كل شيء قدير وسلامة الصدر نعيم معجل لأهل الدنيا من نعيم أهل الجنة يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول كلمة عجيبة عن يعني من يكون في صدره غل أو في صدره يعني غش أو في صدره حقد أو حسد، يقول هؤلاء معنى كلامه تعجلوا العذاب وتعجلوا الشقاء وتعجلوا النصب والتعب. فماذا يستفيد المرء حينما مثلا يعني يسيء الظن في إنسان أو يكون صدره موغر عليه أو في قلبه شيء عليه يعني من الحقد أو الغل، ماذا يستفيد؟ لربما أن هذا الذي يحقد عليه ويغل عليه أو يجد في نفسه شيء عليه لربما أنه يكون من أهل الجنة، فماذا يستفيد؟ ثم هذا الذي يعني يجد في صدره وفي نفسه على ذلك الأخ المسلم، يعني هو أخوه المسلم، ليس هو بيهودي أو نصراني أو مجرم أو فاجر أو كافر، لا هو أخوك المسلم، ولربما يكون له منزلة عند الله عز وجل. فيعني المرء ينبغي له أن يتحلى بهذه الصفة التي تجعل المرء يرتاح في الدنيا ويسلم صدره للآخرين ويعني يستمتع بهذه الحياة الدنيا ويتفرغ لطاعة الله وعبادته. الرعيل هذا رعيل أو الجيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما يعرفون هذه الكلمات أكرهك لا أحبك، بل هي سلامة الصدر تملأ قلوبهم وصدورهم، المحبة الأخوة الألفة هذه التي تملأ قلوبهم وصدورهم. بالله انظر لهذا الموقف واسمع هذا الموقف والتعش معه. أقبل أبو ذر على بلال بن رباح فحصل بينهم ما حصل، فنعت أبو ذر بلال بن رباح فقال له يا ابن السوداء. سمع بلال حزت في نفسه هذه الكلمة التي ما ناداها أحد بها من قبل من المسلمين، فذهب إلى حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى القاضي ليحكم بينهم، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبا ذر قد نعتني وناداني بابن السوداء. فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وغضب ونادى أبا ذر وقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أنت امرؤ فيك جاهلية. يقول أبو ذر وددت أني ما أسلمت قبل ذلك. ثم أقبل إلى بلال فانظر إلى سلامة صدورهم، ما تعنف ولا قال لماذا اشتكيتني ولماذا ذهبت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك فيك كذا وما تعرف كذا، إنما أتى إلى بلال ووضع خده على الأرض، جانب من خده الأيمن وضعه على الأرض على التراب، ثم قال لبلال يا بلال ضع رجلك على خدي حتى يشفى الذي في صدرك وينتهي الغل، إذا كان فيه شيء في صدرك فينتهي هنا في الدنيا. فنظر إليه بلال، بالله انظر إلى الموقف أحبتي في الله، أبو ذر قد وضع خده على الأرض بين التراب ويريد بلال أن يضع قدمه، فنظر إليه بلال ثم رفع أخاه عن الأرض ثم احتضنه وقال هذا عنواننا، عنواننا سلامة صدورنا والأخوة تملأ قلوبنا، فسبحان الله العظيم. ولهذا يقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله يا مشايخ كما ذكرت سبحان الله العظيم، عندما ترى ذلك الرعيل أول تعلم كيف كان يعيش بقلوب بيضاء، قلوب صافية، قلوب زكية سبحان الله. ولهذا أحبتي الكرام ذكرتموني بكلمات عظيمة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة أتمنى جميعا والمشاهدين ومشاهدات كلنا إخوة نطبق هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يوم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضمة؟ قالوا يا رسول الله ومن هو أبو ضمضمة؟ من هذا أبو ضمضمة الذي تتحدى أن يكون أحدنا مثله؟ يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضمة؟ يعجز أنا وأنت وكل مشاهد ومشاهدة وكل مسلم أن يكون مثل أبو ضمضمة؟ قالوا يا رسول الله ومن هو أبو ضمضمة؟ قال إنه رجل إذا أراد أن ينام قبل أن يضع رأسه على المخدة
قال: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنه ما من عبد مؤمن ظلمني أو شتمني إلا إنه في حل مني. يا الله يا جماعة الخير، يعني الآن أي فين نجد مثل هؤلاء؟ أين الذي الآن ينام يا جماعة الخير وهو خلاص سامح كل من ظلمه، كل من شتمه؟ اليوم يا جماعة نحن نتكلم عن سعة الصدر، عن سلامة الصدر، عن الطيب، لكن يا جماعة سؤال: هل واقعنا ما في شيء؟ سأذكر، والله يا أخوان أنا ما أريد أذكر شيء مؤلم، لكن سأذكر الموقف، والله يا أخوان حصل لي أنا بين عيني، لا أقول فلان قاله، بل هذا الموقف وقف أمامي. كنا يوم من الأيام نصلي في أحد المساجد التي يصلى فيها الجنائز في صلاة الظهر، وكان الموسم موسم الصيف وحرارة الصيف في جدة، فصلينا على جنازة، والله لا أعرف الجنازة ولا أهلها، لكن من باب تتبع الخير كما أثنى على هذا صلى الله عليه وسلم: من تتبع الجنازة فلهم من أجل قراط، فمن حضر صلى عليها وحضر دفنها له قراطان. صلينا عليها ثم مضينا المقبرة القريبة من المسجد، فدفنت الجنازة، ثم ذهب الناس. بعد أن دفنت الجنازة وقف عند القبر يا إخوة رجل عمره يقارب 80 أو 90 سنة، والله يا إخوة كأني الآن أراه بين عيني، رجل يا إخوة على عكازه يتكئ، لحية يعني سبحان الله العظيم الدمع يمشي على خديه، لحيته بيضاء، أمره سبحان الله العظيم، الرجل يتكئ يهش على نفسه هكذا. قلت: لعلي أن آتي إليه فأسليه. قلت: يا عماه عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، غفر الله لمن مات. من هذا الذي مات؟ لعله أخوه، لعله أحبة الكرام، ابنه، لعله لعله. فقال لي: يا شيخ هل تعرف اللي في القبر الآن من؟ هل تعرف اللي في القبر الآن من؟ وأخذ يبكي. قلت: من؟ قال: هذا أخي، هذا أخي، ابن أمي وأبي، هذا الذي أنا وإياه خرجنا من بطن واحدة. والله إخوة فجثى على ركبته، جلس على الأرض وأخذ يأخذ من التراب ويضع على وجهه. قلت: اتق الله يا رجل، اتق الله، يعني اصبر. وأخذت أذكره بموت النبي عليه الصلاة والسلام وأصبره. قال: يا شيخ، يا شيخ هذا أخي. ثم قال: يا أخوان الكلمة، والله أني تمنيت أني ما سمعت منه. قال: يا أخي، يا شيخ هذا أخي، ابن أمي وأبي. والله يا شيخ منذ أكثر من 10 سنوات ما صافحت يدي يده، 10 سنوات. قال: نعم، لما مات أبونا ترك لنا ميراث أرض، يقول: فتخاصمنا عليها وتشاجرنا عليها وتفارقنا عليها. قال: فمن بعدها والله لا 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 أصافحه، ولا أجلس في المجلس الذي يجلس فيه، ولا أحدثه، ولا أخاطبه. وفي فجر هذا اليوم يتصل علي ابن أخي فيقول: يا عماه أسألك بالله أن تسامح أخوك، أن تسامح أبي فلان أخي. قال: ما الذي جرى؟ قال: قد مات. يقول: فلما ذكر لي أن أخي مات ندمت وأتيت وأنا أبكي، أسحب خطاي بكى. قلت في نفسي: الآن تبكي على أخوك؟ ما هذا التخاصم يا عباد الله بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا لحم بعض العيال. واقفا فاضت وئاما ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. سلاما في الحنايا إليكم، وحبا يغمر الأرجاء، فأتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا نورا. قرأت في هذا الباب سلامة الصدر إن رجل دخل على الحسن البصري، الإمام الحسن البصري، فرآه في آخر الليل يصلي ويقوم الليل ويدعو بدعاء عجيب غريب. هذا الدعاء لما سمع ذلك الرجل تعجب، يدعو الحسن البصري يقول: اللهم اعفو عمن ظلمني، اللهم اعفو عمن ظلمني. شوفوا اليوم يا أخوان، اليوم الناس بعضها تدعي على بعض، تقاطع بعض، أقارب وأصحاب وخلان ربما أكلوا وشربوا مع بعض. هذا الحسن البصري يدعو على من ظلم أن الله يعفو عنه. ف
فقال رحمك الله يا أبا سعيد، رحمك الله يا أبا سعيد، تدعو على من ظلمك إن الله يعفو عنه، تمنيت أنا الذي ظلمتك. يقول تمنيت أنا الذي ظلمتك من كثر دعائك وإلحاك على الله عز وجل. قال والله إنني تدبرت آية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول هذه الآية أثرت فيني، وكل الناس يا أخوان عارفين هذه الآية، اعفو اصفح لا تنام إلا سليم الصدر، ربما تنام وأنت إذن وأنت مقامك على القبر، ومع ذلك إن الله قل نسامح ونصافح. إذن شيخ محمد حبيبنا أبو ثامر إخواني المشايخ، هي سلامة الصدر التي علمنا إياها صلى الله عليه وآله وسلم ترفع صاحبها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سبوه وآذوه وكان في مكة عليه الصلاة والسلام، بل لاحقوه إلى المدينة وقتلوا حمزة رضي الله عنه، بقر بطنه وأخرجت كبده وجدعت أنفه وقطعت أذناه، وكان يقول والله ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مكة فاتحا، دخل عليه الصلاة والسلام متواضعا، لأن عادة الناس في الحروب يدخلون وقد رفعوا رؤوسهم ورفعوا سيوفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، دخل متواضعا، بل سمع أحد الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه قريشا، قال لا، اليوم يوم المكرمة، اليوم يوم يعز الله فيه قريشا. فوقف صلى الله عليه وسلم أمام قومه الذين حاربوه وآذوه وسبوه وشتموه وقتلوا أخوه من الرضاعة حمزة، وقتلوا عمه أيضا حمزة رضي الله عنه، وقتلوا عبد الله بن حرام، وقتلوا أنس بن النضر، وقتل الصحابة رضي الله عنهم، وتطايرت أشلاؤهم وتقطعت أطرافهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في موقف عفو وسلامة صدر، قال أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبسلامة صدره صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قبل أن أختم أسألك بالله يا من ترانا الآن، إن كنت في خصومة مع زوجتك أو مع أولادك أو مع إخوانك أو مع جيرانك أو مع أقاربك، سلم هذا القلب ليتصل بالرب سبحانه وتعالى، من الأرض إلى السماء، من الفناء إلى البقاء، من الطين إلى رب العالمين، لتسعد في الدنيا والآخرة. وانتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله في برنامجكم أجمل دقائق. أحبابي إخواني الغالين أخواتي الغاليات، الله جل وعلا خلق لنا الجنة وأعد فيها من النعيم المقيم، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل نعيم تتصوره ويأتي في بالك وخاطرك ففي الجنة أعظم منه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة خلقها الله عز وجل لي ولك ولك أختي المسلمة، خلقها الله جل وعلا لنا حتى يدخلنا فيها. الله جل وعلا ما أراد لنا العذاب، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتلك الجنة لنا، وما علينا إلا أن نعمل الطاعات ونفعل الخيرات ونترك الذنوب والمعاصي والسيئات فنصل إليها بإذن الله عز وجل. المحافظة على الصلوات تدخلنا الجنة، المحافظة على الأذكار تدخلنا الجنة، المحافظة على النوافل وصلاة الضحى وسنن الرواتب والوتر تدخلنا الجنة، المحافظة على ما يحبه الله عز وجل ويرضى يوصلنا إليها، ترك الذنوب والمعاصي والسيئات يدخلنا الجنة. فالله الله في فعل الخيرات وترك الذنوب والمعاصي والسيئات، اللهم قربنا من الجنة وادخلنا إياها يا رب العالمين. عندما تتذكر وتتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، تنظر إلى ذلك الشاب الذي لطالما نظر إلى الحرام ولطالما تلذذ بالنظر هذه النعمة نعمة البصر إلى الحرام. والله عندها تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر. أذكر أني قابلت يا أخواني شاب من الشباب
وهذا الشاب فقد البصر. يقول تعرف ان الان عمري اكثر من 30 سنة ما قد دعيت، دعيت الله كثير لكن ما دعيت الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يرجع لي بصري. قلت ليه؟ قال لي اني تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي حاجتين، الاولى لاني تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فقد بصره الله عز وجل، من فقد الحبيبتين له الجنة. والامر الثاني انه يقول كلما رايت الشباب، وكلما سمعت عن الشباب هموم الشباب، سمعت عنهم هموم الشباب يعصون الله عز وجل بالشهوات بالنظر، فما اردت ان الله عز وجل يرد علي بصري لانني لا اريد ان اعصي الله، اعصي الله جل وعلا. فانا اقول من هذا المنطلق حبيبي الغالي احمد ربك يلي عندك عين، ترى غيرك حبيبي الغالي ولد بدون ان ينظر وفقد البصر، ومع ذلك من ينظر إلى الحرام يعاقبه الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة احمد الله عز وجل عليها، فغيرك والله يتمنى أنه ينظر إلى هذا الجمال، غيرك يتمنى أنه ينظر إلى أخيه وأخته وأمه وأبوه، لكن الملتقى الجنة يا من فقدت بصرك. وأنا أقول لمن يشاهد المقاطع، لمن يشاهد المحرمات، اتق الله في بصرك، اتق الله في هذه النعمة. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. قلبي